الأخوة الدينية ماذا تعني؟ عندما نقول بأن جميع المسلمين إخوة، مقتضى الأخوة الدينية ومقتضى قوله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، مقتضى ذلك احترام كل مذهب من المذاهب الإسلامية، شيعة، سنة، زيدية، إسماعيلية، أباضية، احترام كل مذهب من المذاهب الإسلامية وإعطاؤه الحرية التامة في ممارسة شعائره وطقوسه وتعاليم مذهبه، فإن هذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية ومقتضى الوحدة الإسلامية التي نادى بها القرآن الكريم. فإن هذه الأخوة تعني أن لكل مذهب تعاليمه الخاصة به، ولا يطلب من مذهب أن يتنازل عن شعائره وطقوسه لأجل مذهب آخر، ولا يفرض مذهب على أهل مذهب آخر بالقوة، لكل مذهب حريته. هذا مقتضى الأخوة الإسلامية ومقتضى الوحدة الإسلامية. لكن في الآونة الأخيرة عصف بالمسلمين إعصار الطائفية، وتمثل هذا الإعصار في حركة داعش وغيرها من فرق القاعدة التي استباحت الدماء وهتكت الأعراض وقتلت الحياة وأبادت الحضارة. هذا الإعصار الطائفي عندما نقوم بتحليله، ما هو منشأه وما هي أخطاره؟ عندما نريد نحلل ما هو المنشأ، ليش الإنسان يصير داعشي؟ ليش؟ ما هو المنشأ؟ من أين أتى هذا المنشأ؟ منشأ الإعصار الطائفي احتكار الحقيقة على نحو لا يبقي للآخر معذورية. كيف يعني؟ هناك فرق يا إخوان بين احتكار الحقيقة وبين التصويب. التصويب موجود في كل المذاهب، كل مذهب يعتقد أنه شنو؟ على الصواب. حتى أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا، كل فرقة تعتبر نفسها هي المصيبة. إذا اختلف فقيهان في الرأي، كل فقيه يرى أنه هو على الصواب. التصويب أن تعتقد أنك على صواب، هذا شيء. واحتكار الحقيقة بحد لا يبقي معذورية للآخر، هذا شيء آخر. كيف؟ يعني الآن مثلا المذهب الإمامي، مذهبنا إحنا، مذهبنا نعتقد أننا على صواب، لكن مع ذلك، مع أننا نعتقد أننا على صواب، إلا أن بيننا وبين المذاهب الأخرى اشتراك في زاويتين لا نهملهما ولا نرفع يدنا عنهما. الزاوية الأولى أنهم إخواننا في الإسلام ويشتركون معنا في الأسس العقائدية وفي الأصول الإيمانية، يشتركون معنا في ذلك. إذن المشتركات بيننا وبينهم في هذه الأصول وفي هذه الأسس تجعلنا نعتبر أنهم إخواننا، أنفسنا، شركاءنا في هذا الدين الذي أعده الله نعمة لهذه الأمة الإسلامية. وهذه الزاوية استفدناها من القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هناك المساحة الأولى،
المساحة الثانية أن من لم يصل، شوف احنا باعتقادنا من لم يصل إلى الحق لعجزه فهو معذور، ما نقول احنا غير معذور، احنا نقول أي إنسان من أي ملة من أي دين من أي مذهب لم يصل إلى الحق لأنه عاجز عن الوصول إلى الحق فهو معذور. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه. إذن التصويب لا يلغي الآخر، التصويب لا يلغي الآخر، لأن التصويب يحتفظ مع الآخر بزاويتين، زاوية الأخوة الإسلامية وهي الاشتراك في الأصول، الإيمان بالله وبالرسول وبالمعاد، زين؟ والزاوية الثانية المعذورية، من لم يصل إلى الحق لعجزه عن الوصول إليه فهو معذور، هذا تصويب. لكن في المقابل عندنا لا، الفكر الداعشي هذا الفكر المنطلق عنده لا، احتكار الحقيقة الإسلامية بحد لا يبقي للآخر معذورية، الإسلام هو عنده بس غيره ما في إسلام، لا إسلام لدى غيره، وهذا مو خاص بالشيعة، كل من يخالف كل من ليس على هذا الفكر فهو مشرك كافر، ولا يختص هذا بالشيعة الإمامية، زين؟ إذن هذا الفكر الذي يقول نحن نحتكر الدين نحتكر حقيقة الإسلام ولا عذر لغيرنا في عدم انتهاجه نهجنا، هذا المنشأ هو الذي ولد هذه الحركة الداعشية، هو الذي ولد هذا الإعصار الطائفي، زين؟ هذا الإعصار الطائفي له أخطار. خطر الأول لغة التكفير، أدنى كلمة قال لك مشرك، أدنى كلمة قال لك كافر، ما عنده أصلاً قاموسه، هو من تفتح قاموسه ما تشوف في غير كلمة مشرك ورافضي وإلى آخره، زين؟ لا توجد كلمة أخرى في القاموس، زين؟ لغة التكفير وإن لم يترتب عليها أثر هي في حد ذاتها جريمة، لأن لغة التكفير تقسم المجتمع الإسلامي وتحدث شرخاً نفسياً واجتماعياً في صفوفه، وهذا يتنافى مع ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. زين.